دولة مدنية ماشي عسكرية، حرية لمعتقلين الرأي، خوتنا المعتقلين الرأي الذين يقبعون في السجون ظلما وبهتانا في السجون لا إنسانية، خوتنا اللي راهم اليوم في يومهم 14 من الإضراب عن الطعام في حرب أو في معركة مع الأمعاء الخاوية، هي حرب ضد الأمعاء. هادو خوتنا المعتقلين، منهم المضربين عن الطعام جماعة 22، ومنهم المعتقلين الذين يقبعون في السجون منذ أشهر أو منذ أيام، ومنهم جماعة خونة التجديد ومن معه اللي راهم حنا نقولوا ستوب بور لا تورتور إن ألجيريا، ستوب بور لا ريبريسيون أربيترير إن ألجيري. دولة مدنية ماشي عسكرية، هادو خوتنا مستحيل نسمحوا فيهم، راهم في خطر، ورغم قساوة السجون نتاعهم لا إنسانية، وخاصة في الشهر رمضان في الشهر الكريم، راهم في حرب مع الأمعاء، راهم يفطروا بالماء والسكر اللي راهم يفطروا، راهم يعني في خطر جدا. نطالب من كل الشعب الجزائري التضامن وأن لا ينسى خوتنا المعتقلين دون استثناء، كل المعتقلين الرأي دون استثناء. هذا واش قدرنا نديرو لخوتنا المعتقلين، ونحن متضامنون معهم بقوة، لأن النظام اليوم أصبح مفلس، أصبح يستعمل كل وسائله القمعية ضد النشطاء ولا ضد الحراكيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير ولا حقهم في التظاهر. ليس بمجرد سجن ناشط واحد أو 20 ناشط ستحقق كسر الحراك ولا ستحقق نهاية الحراك، ولكنما كلما سجنتم مواطن أو ناشط حراكي سيخرجون لكم مئات بل العشرات بل المئات. على العهد باقون وماناش حابسين، ودولة مدنية ماشي عسكرية. لا ليبرتي بور لي ديتنيو دوبينيون. بارك الله.